النهاردة معادنا السنوي مع معرض ترسنا، أضخم المعارض المصرية المتخصصة في الحرف اليدوية والتراثية. أمر عظيم جدا أن تهتم الدولة بهذه الصناعات التي يمكن أن تكون أحد أسس الاقتصاد القومي. هنقابل النهاردة العديد من العارضين في العديد من القطاعات، بدءا من الصناعات الغذائية وحتى صناعة الأساس. كل هذه الصناعات ممثلة داخل قاعة مصر الدولية للمؤتمرات والمعارض، معرض عظيم جدا، والدولة تستهدف من خلاله الحفاظ على الحرف التراثية واليدوية. شيء مبهر بالفعل. خليكم معانا عشان زي ما عودناكم كل سنة هنقابل في معرض تراثنا العارضين من أصحاب المشروعات، من أول الناس اللي بتعمل مشروع في بيتها ولغاية الناس اللي عندهم ورش ومصانع. كل ده ممثل داخل معرض تراثنا. المهم أننا ببرنامج الجدعان دائما نقدم النماذج المضيئة في مثل هذه المعارض. خليكم معنا.